الولد مشي وطلع تسلق على الشجرة ومسك حاله، سند حاله عشان ما يوقع. صار يقيت شاف حفرة بالشجرة، صار ينادي ضفدع ضفدع. الكلب ما عم بيسمع صوت، الكلب ما بيسمع صوت صاحبه هنا وبينادي، تركه وضل يهز بالشجرة حتى وقعت الخلية على الأرض وانفتحت. طلع منها النحل زعلان كتير من الكلب، والكلب بتطلع داير راسه بتطلع شو صار، أنا شو عملت ما بعرف. وكمان الخلد صار يطلع شو بيساوي الكلب والولد.